رسميا قانون التسلل الجديد يلي ينتظر جميع مهاجمي العالم سيتم تطبيقه في ملاعب كرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر موافقته بإجراء اختبار تطبيق قانون التسلل الجديد، والذي ينص أنه سيتم احتساب التسلل في حال جسد اللاعب بشكل كامل تجاوز آخر مدافع. يعني ما راح نشوف والله أنه جسم اللاعب بنصفه أو حتى بضع المليمترات من جسده تجاوز آخر مدافع وتم تسجيل هدف مثلا ويتم إلغاء الهدف. لا يا حبيبي، لازم جسد اللاعب بشكل كامل يتجاوز آخر مدافع حتى يتم احتساب حالة التسلل. الصورة موضحة لكم الحالة بشكل كامل. شو رأيكم بهذا القرار؟ طبعا هذا القانون من اقتراحات المدرب الفرنسي أرسن فينجر، ومن اقتراحاته أيضا يا جماعة الكرت الأزرق، رمية التماس بدل ما تلعب باليد تلعب بالقدم، الدقائق المباراة تقليلها من 90 دقيقة إلى 60 دقيقة، إجراء تبديلات مفتوحة خلال المباراة. كل هذه الاقتراحات التي اقترحها أرسن فينجر يدعي أنها لتطوير كرة القدم. أنتم شو رأيكم؟ شاركوني بالتعليقات ولا تنسوني من الفولو واللايك والدعم، وتحياتي لكم.